احنا بالنسبه لنا الاحصاءات الحيويه الزواج والطلاق بتبقى عدد الحالات في السنه. ده مش شرط يدل يعني لو في حاله طلاق مش شرط ان هو فضل مطلق. صح. ممكن حاله طلاق واتجوز بالظبط. يعني صحيح. هي حالات. نعم. لكن اللي بيرصد الخصائص بتاعه السكان هو التعداد. التعداد. فاحنا التعداد بالنسبه لنا احنا التعداد تاجل اعدادها هتعلن 30 تعرض ان شاء الله يوم 30/9 زي ما اعلن سياده اللواء ابو بكر الجندي. نعم. يوم 30/9 ان شاء الله.